أهلا بكم من جديد مشاهدينا في جولة استوديو رافدين، ونعود من جديد لنقاش تطورات الشأن العراقي والقرارات الأخيرة حول شركاء العملية السياسية وتداعيات قرار مقتدى الصدر بالانسحاب وتعطل أو تعثر فشل العملية، عملية تسمية رئيس الجمهورية. يحضر معنا لنقاش كل هذه النقاط ضيفنا من بغداد الكاتب والباحث في مركز أبابيل الأستاذ مسار عبد المحسن راضي. أهلا بكم سيدي. مساء الخير، تحية لحضراتكم وتحية لمشاهدي قناة راضي. مساء النور. أستاذ مسار، كيف يمكن قراءة قرار الصدر بالانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة؟ العفو، الصوت غير واضح لما اسمع السؤال بوضوح. كنت فقط أسأل عن القرار الأخير لمقتدى الصدر بالانسحاب من تشكيل الحكومة. أنا أعتقد أن قرار الزعيم الصدري هو جاء ليضع الجميع على مفترق طرق، وأراد أن يبين بأن من يسمون نفسهم بالسلف الضامن غير قادرين على تشكيل الحكومة، لكن أعطاهم مدة 40 يوم لكي يطولوا ويجولوا مع مختلف الكتل السياسية ليجربوا حظوظهم وحظوظ الصفقات التي من الممكن على من خلالها أن يقوموا بتشكيل الحكومة، وهذا شيء ضرب من المستحيل، لأنه في كل الأحوال حتى لو افترضنا أنه إذا استطاع هذا السلف المعطل أو الذي يسمي نفسه ضامنا في أدبيات إعلامه، فإن تيار الصدري سيكون أيضا قوة معرقلة لكل ما يقدر أن يقوم به. أنا أعتقد أنه الزعيم الصدري بذلك وضع خطا فاصلا، وربما سنشاهد في الأربعين يوم القادمة ربما تفتت على الأقل الأجزاء الغير متماسكة من الإطار التنسيقي وأن تغادر قاربه وتذهب إلى قارب الثلاثي. إلى أي مدى يعد هذا القرار استجابة للضغوط الإيرانية بعد انسداد العملية السياسية؟ من المؤكد أنه استجابة، ولكن يجب هنا أن نقول شيئا مهما. أنا أعتقد أن الضربة الأخيرة التي وجهت إلى أقليم كردستان العراق ومن ثم بعد فشل الجلسة الأولى بالحصول على النصاب الكامل، شاهدنا رئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي يحزم حقائبه ويحاول النذهب الى ايران، وراينا كيف كان رد رئيس البرلمان الايراني وكيف عاد وكيف اذا صحت اللفظه ضرب كره الزياره للسيد محمد الحلبوسي وعادها الى شباك الاطار التنسيقي. من المؤكد ان ايران هي لا تريد الان للوضع السياسي في العراق ان يستقر، هنالك الازمه الاوكرانيه، هنالك حساباتها الدقيقه في الجنة. أنا أعتقد أن الورقة العراقية وتشكيل الحكومة هي من أهم الأوراق الموجودة في الحقيبة الإيرانية، سواء تعلق الأمر بفيينا أو تعلق بتركيبها لوسائل لكافة القوى الإقليمية الأخرى وخاصة المملكة العربية السعودية وباقي الفريق الخليجي. هل يمكن للإطار التنسيقي الممثل للميليشيات النجاح في مهمة تشكيل الحكومة بمعزل عن التيار الصدري؟ هذا ضرب من الخيال، وانا هنا لا احاول ان اضفي لغه قاطعه وحاكمه، ولكن هي لغه الارقام تؤكد ان الاطار التنسيقي ليس له اساسات، لم يعد له اصلا وجود او حتى قواعد شعبيه تؤمن به. شاهدنا اداءه في السنين الماضيه، هو اداء سيء، اداء يلجا الى الطائفه في كل مناسبه دون سابق انذار، ولهذا انا اعتقد انه ربما من المستحيل ان ينجح الاطار التنسيقي بتشكيل الحكومه، ولكن انا اعتقد هو يريد ان يضمن له وضع لكي يقصد من خلاله ربما في الدورات القادمه الى ان يمسك بناصيه الحكومه والدوله، وانا اعتقد ان هذا الشيء اصبح بعيدا. المناخ السياسي تغير، واعتقد انه كل ما هنالك يحاول أن يقلل تأثيرات هذا التغيير على نفسه، وأقصد زعماء هذا الإطار وتلك القواعد الموجودة فيه. لهذا أعتقد هي محاولة، لكن من الوزن الكبير لكي يفقد ما يمكن إنقاذه
قبل أن تتغير العملية وتنقل السفينة على جميع الملاحين فيما يسمى بإطار التنسيق. بالمقابل، الإطار التنسيقي أكد مساعيه لإطلاق مبادرة للخروج من الأزمة الحالية برعاية إيرانية. هل نجحت إيران اليوم فيما فشلت فيه طيلة الأشهر الماضية؟ إيران من سيدة الفضل، هي الآن لا يهمها بالضبط ماذا سيحصل. لماذا؟ هي كما أشرت لك قبل قليل، هي تقيس ما يحدث في العراق بحسب طاولة فيينا أو بحسب الطاولة الأقليمية الصغيرة. ولهذا هي عندما تمارس هذا الدور، دعينا نقول الذي يبدو دبلوماسيا ومسامحا لجميع القوى السياسية، هي في الحقيقة تعرف أن نفوذها هي لا من النفوذ في العراق والمنطقة سوى الميليشيات المسلحة، وهي لا يهمها إن كانت هذه الميليشيات المسلحة ستساهم بقوة في سياسيا أو لا، المهم أن تكون قوة بارزة ومسلحة على الأرض تستطيع في أي لحظة أن تخلق لها أجنحة سياسية. ولهذا أنا أعتقد هي باتت أيضا تعرف أن الإطار التنسيقي غير قادر في المعادلات السياسية أن يحقق شيئا، ولكنها لا تريد أن تبدأ دعينا نقول مطاردته سياسيا وجنائيا بسبب ما هو متهم به أو على الأقل الكثير من قياداته ومكوناته فيما سببوه للشعب العراقي، وخاصة فيما يخص مثلا مسألة المخفيين قسرا، مسائل القضايا الكيدية، مسائل السيطرة على مفاصل أساسية في الدولة العراقية. أنا أعتقد أن إيران هي تريد أن تعد اللعب، تريد أن لا تنقلب العملية السياسية باتجاه غير مسيطر عليه، وهي لم تحسم أوراقها بعد إقليميا وعالميا. في ظل هذا الانسداد السياسي وسلطة السلاح، هل يحل الأخير ما لم تستطع حله السياسة؟ يعني أنا لدي اعتراض أولا على مفهوم الانسداد السياسي، ما نساعده الآن هو ليس انسدادا سياسيا، هو عملية دعينا نقول عملية توجيه ضربة قاضية من طرف إلى طرف آخر، وهو كل طرف يحاول أن لا يدخل الضربة القاضية ويريد أن يستمر بالمعادلات التي كانت خلال 18 عاما. لهذا أنا أعتقد أن ما يحصل الآن دعينا نقول من جمود سياسي، هو في الحقيقة مجرد مفاوضات ثقيلة يدفع ثمنها الشعب العراقي، ولهذا ليس هنالك من أهمية بقى هذا الجمود السياسي لهذه الفترة أو أطول من تلك الفترة، لأنه بالنتيجة النهائية كما قلنا الجميع بات يشعر، خاصة أولئك الذين يمتلكون حصة كبيرة في البيت الشيعي، أنه إذا خرجوا من نافذة الحكومة القادمة فإنهم لن يستطيعوا لا الدخول من الشباك الشيعي ولا الدخول من الباب الحكومي أو الباب الوطني. شكرا جزيلا لك مسار عبد المحسن راضي، الكاتب والباحث في مركز أبابيل، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد.